فيو سيت 3 دي فيو هجيب مين اكس زد بلان واقول له ايه اوكي كده طبقت مين ال 3 دي كل اللي عليا اعمله امسك الليله دي كلها واقول له ايه اساين جوين ريسترين خلاني مين هنج واقول له ايه اوكي خلاص يا عم هتحدد هنج او فيكسد بناء يعني على القعده انت هتصممها ازاي ورقم يحسب ازاي عادي كل حاجة عندي شغالة بص ما تقولش لا ما هيحسب هيحسبهم ايه يعني هو بيحسب والله ما اعرف بقى هو بيعتبر اللي هو عايزه حتى ما اجيبلكش ارقام حتى ديسبلاي اقول له شو اند فورمات شيل ماشي شو اند فورمات شيل ما انساش برضه البرن اللي عاملها ريليز اخليها مين بين برن ريليز ازاي مش عايز اسمينا واحدة واحدة ماشي اسمينا واحدة واحدة وبعدين بس خلاص كانوا مشاكلين مش كنت كونتينوس يعني ماشي انت رسمها من هنا لهنا هو البرنامج ما يفهمش الكلام ده طالما رسمتين كاميرتين بعض هو عامل طالما انت رسمتهم لوحدهم فهو بيعمل عقده ما بينهم عقده تحليليه انما هيصممها لك على انها كونتينوس هو الرسمه ده كونتينوس فلازم امسك الراجل ده كله اقول له سيلكت بروبير اي حاجه ارسمها يا جماعه في الساب على طول الخطوه دي ما انساهاش مهمه جدا اهو اهو سيلكت على طول اساين فريم اقول له ايه ريليز وبارشل ريليز ما انساش اعمل ايه صفار لمين المومنت في الستارت والاند والتورشن في ناحيه واحده بس قول له ايه خط البرلين البرلين سايد جيرت اي عنصر يصمم عليه انه سيمبل كاميرا اي عنصر يصمم عليه انه سيمبل تعمله ريليز من الستارت يعني الحركه دي اتعملت لكله كله لا والله حد البرلين بس انا حاليا اللي انا حددت عليه البرلين بس المفروض كله يتعمل له حتى الانجل كل اللي انت ده المفروض تعمل له ايه طيب في اي مشكله كده يا رجاله اكيد برضه لان جيبل ما تنساش سبورتات تحت تعمل ايه لان جيبل اتعمل عنه ايه ريليز برضو بين ريليز ما تنساش اعمل ايه في السبورتات خليها فيكسد ماشي وفوق اخلي النقطه اللي فوق ريليز للمومنت وريليز للترانسليشن ماشي انت ما تعملت اللي فوق انت عملت اللي فوق هنج وعملت اللي تحت هنج برضو كاني عملتها هنج يعني انت عملت حاجه زي لا انا ما عملتش حاجه في الاند جيم لسه ما هي كده على الاند جيم نعملها بس عايز اخلص بس التراس حاليا قبل ما تضيع مني خالص كده عشان حسيت براحته مني خالص عايز الحقها بايه او مضيعه خالص خالص شيت الاكسل اللي احنا هنطبق عليه ده مش هتقام ازاي مننا بيعمل كل حاجه كل حاجه تصميم وتشيكات وكونكشن واللي انت عايزه دلوقتي ديت دوت بدخله بس في القيم بتاعت الاحمال هو بيجيب بس وتختار له الزاويه هتتعب معلش معانا تختار زاويه طبعا شايف الشكل الجميل ده طبعا ده متوقع لانه فري كان ديليفر مش حاجه ماسكاه ومتوقع يكون شكله كده فهجيب الاكس زد بلان هجيب عني اني واحد فيهم عند كام وليكن ده واحد مش مشكله ايه ده كده الواي بكام عندنا هنا ممكن اقول منها فيو سيت 2 دي فيو هجيب مين يا جماعه اكس مين اكس زد بلان عند الواي بكام بصفر لا عند الواي بكام ب 7 متر صح كده عند الواي ب 7 يخرب بيت كده الواي ب 7 فاهم مش كده؟ طيب اروح جاي عامل سيلكشن على مين؟ على الممبرز اللي انا عاملهم بس هم دول صح؟ صح؟ هقول له بقى بعد كده مين؟ ديسبلاي او اقول له فايل اكسبورت او اي حاجه او ديسبلاي شو تيبل حاجه اسمها مين؟ شو تيبل وريني التيبل الخاصه بالممبرز دي حضرتك يا باشمهندس عايز تجيب تيبل لمين؟ لاناليسيز ولا موديل؟ اناليسيز جوينت ولا ايليمنت؟ جوينت لا يبقى اجيب ممبر يبقى ايه؟ ايليمنت عايز اجيب فريم او بوت عايز اجيب حاجه اسمها مين؟ الاليمنت فورسز ولا الستريسز ولا ايه بالظبط؟ الاليمنت فورسز نتيجه اني كيسز يا جماعه من الجنب هنا ما انساش نتيجه اني كيسز اخترت مين؟ كل اللوك كيسز طيب نتيجه اني واحده من دول الديد واللايف وما انساش اختار حاله مين؟ الكومبو اللي احنا قلنا عليها مين؟ الانفلوب اللي احنا عرفناها لانها مين؟ الانفلوب قول له اوكي بص كده واختار سيليكشن قول لي قول له اوكي بص الراجل ده يعمل ايه؟ هيجيب لي شيت اكسل دلوقتي اقول له فايل سبورت كارنت تيبل تو اكسل في مشكله عندك كده يبقى انا جبت شيت اكسل بجميع اللوك كيسز اللي انا ايه اللي انا عايزها بص يا جماعه شيت الاكسل ده شيت الاكسل ده موجود فيه الدياجونال اللي هو اسمه مين دي 1 دياجونال مديك مين كل الفورسز بتاعته نتيجه كل مين الماكسيمم والمينيمم الماكسيمم ومين والمينيمم كل الحاله وطلع لك مين الماكسيمم ومين والمينيمم طب وليه عملت وجع؟ ليه وجعت دماغي صح؟ ما كنت خرجت نتيجة مين؟ قلت له اهو، ما كنت يا باشمهندس ريحت دماغي وانا بخرج قلت له اهو هنا ديسبلاي شو تيبل
اللي خلاني اخد كل ده بخرج لحد اتنين الكومبو بس خلاص اهو. وعندك حاجه زي اقول له الكومبو بس اقول له اوكي بس كده اقول له ايه اوكي. طيب الكومبو دي مفكرها سهله، تعال نشوف الكومبو ده يطلع لك كام كيس. فايل اكسبورت كارد تيبل تو اكسل. شايف الملف بقى عندي الدياجونال الواحد طلع له كام كيس نتيجه الكومبو؟ حوالي كام؟ الدياجونال الواحد حوالي كام؟ 8 9 كيس مينيموم وماكسيم. ليه؟ لان في عندي كومبريشن، في عندي تنشن، في عندي مين؟ كومبريشن، في عندي تنشن وفي مين؟ كومبريشن. المفروض ساعتك تعمل ايه؟ تمشي على كل ممبر تطلع اقصى قوه تنشن واقصى قوه مين؟ كومبريشن، صح؟ صح ولا لا؟ امشي بقى يلا. لا هنعمل كده. صح؟ بس مش هيعمل كده، بس المفروض ده يعمل كده. في برنامج عندنا حاجه فورمولا ربنا يجازيه كل خير، في حاجه هنا قائمه اسمها ديفلوبر، حاجه اسمها مين؟ ديفلوبر. طبعا حضرتك في الاول مش هتلاقيها عندك. وبتخش على قائمه فايل حاجه اسمها مين؟ اوبشن. بنسجل؟ اه بنسجل. ماشي؟ بنخش على قائمه فايل. ماشي كده يا جماعه؟ راحت فين؟ اوبشن اهي. قائمه فايل ايه؟ اوبشن. خليكم معايا عشان الحاجات دي مش هتلاقيها عندك. هتلاقي من ضمن الحاجات فين؟ فورمولا كاستم ادفانسد. لا موجوده في الادفانسد اهي. لا موجوده في كاستم ريبون. في حاجه هنا اسمها ديفلوبر مش هتلاقي علامه الصحه دي عندك جنبها، فتضغط عليها عشان تظهر عندك في الشريط التاني فوق هنا اسمها مين؟ ديفلوبر. في ده اللي عندنا اسمها ماكرو، ربنا مهندس جزاه الله كل خير عاملها، فبقول له حاجه اسمها مين؟ ماكرو. دي واحد مبرمج لنا داله وعمل حاجه فيها، اقول له ايه؟ سماها اي حاجه ايه وليكن نقول له ايه؟ كريت. هتخش جوه الحاجه دي جايب لك داله كانك شغال لغه برمجه. هقعد اكتب انا الداله؟ قال لي لا، الداله عند حضرتك اديها لك هي وشيت الاكسل ده. الداله دي اسمها فين؟ راحت فين؟ اهي اكسل ماك. هتروح جاي واخد الداله دي كلها زي ما هي كنترول ايه تاخدها مين؟ كنترول سي. تروح على شيت الاكسل ده او على ملف الاكسل ده تشيل الراجل ده كله زي ما هو وتقول له كنترول مين؟ في، وتقفل الراجل المحترم ده. بص بقى ايه اللي هيحصل في الشيت الاكسل بتاعنا. تقفل الراجل هديها لك حاجه دلوقتي. بص بقى اللي هيحصل، خش على الماكرو بقى تاني هتلاقي ايه؟ اسم الراجل اللي عاملها. تروح جاي له ايه؟ رن. بص اللي هيحصل في ثانيه. لا بقى تقعد بقى تجيب لي الماكسيموم ولا المينيموم ولا الكلام الفاضي ده. الراجل اللي ربنا يجزيه كل خير مريحنا اخر راحه. ده مش بس كده، ده طلع لك الطول الباكلينج بتاع من هنا. الله مفيش اكتر من كده يعني. الله بص كده يا باشمهندسين اهو، شايف كل ممبر دي 1 موجود فيه 2 كيسز. ازاي يا باشمهندس 2 كيسز؟ عشان تنشن وكومبريشن. في ناس كانت بتقول يا باشمهندس اللي هو التنشن بس، هم ظهر عليه كومبريشن. فلازم هنصممه على التنشن وعلى مين؟ وعلى الكومبريشن. الشيت الاكسل ده بيصمم على التنشن وعلى مين؟ وعلى الكومبريشن. الراجل المحترم طلع لك مين الطول مين؟ الباكلينج في اتجاه اكس. فاضل لنا الباكلينج في اتجاه مين؟ طبعا في اتجاه اكس عباره عن مين؟ اللينس اوف مين؟ ممبر الايه. طب في اتجاه الاوت اوف بلان باكلينج قال لي عباره عن ايه؟ تعالوا ناخده واحده واحده. لو في رمل كده الدياجونال بجيب الدياجونال ازاي يا هندسه؟ عايز اجيب ال باكلينج بتاع الدياجونال ده. لو ممسوك بجوينت يبقى قوي، يبقى ال ال واي بيساوي ايه؟ بص بقى الباكلينج عندنا في الام بلان طول الممبر. المشكله الاوت اوف بلان بيتقسموا لاربع حاجات: ابر لور فيرتيكال اند دايجونال. بالنسبه للابر، بالنسبه لمين؟ للابر. بقول لو في برلن عباره عن الايه؟ يبقى اذا عباره عن مين الابر؟ هو نفس الطول بتاع البرلن. لو في مين؟ برلن. لو في برلن ماسكاه كانها سبورت، لانه ميك يدخل جوه ومعنى كلمه ان بلان يعني بينزل ويطلع السوق. لو طب برلن يخش لجوه ويخرج بعد بره. فاهم المشكله كده؟ يبقى اذا الراجل ده لما يجي يدخل جوه ويخرج بره هيلاقي مين سبورتات فيه؟ البرلن. يبقى الابر هو نفس الطول. طب اللور معتمد على ايه؟ اللي هو البريسنج على اماكن وجود. يعني انا عندي في التراس بتاعي كنت عامل الجنرال بريسنج هنا وهنا، يبقى اذا التور بتاع ده في الاوتو فيلان عباره عن كام؟ ثلاث مرات مين؟ عندنا كان بيقولوا تقريبا الطلب والدور زي بعض. هو لا 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 يعني البرلين تقريبا ضعيف قوي. في مهندس يعني ماشي، في مهندسين بيقول لك ايه؟ كلامه صح جدا. في مهندس يقول لي حاليا احنا مش مهندس البرلن بتاعتنا بقاس زي زمان، غير زمان ايام الكنترول سيكشن القطاعات المحترمه كانت محترمه، انما دلوقتي بتعمل كل فورم سيكشن القطاعات كانت تاخد فظيعه جدا. صح؟ فرايه محترم وفرص اه. وعشان كده لما نيجي ننزل الرافتر كنا بنقول لو تفتكر حاجه اسمها ان باكلنج، حاجه اسمها لو تشرح باكلنج هنتكلم عنها. كنا بنقول لو في حاجه اسمها مين؟ برلن. صح؟ كنا بنقول اذا لو تشرح باكلنج عباره عن مسافه مين؟ بتوع البريسنج. ازاي القطاع بتاع مين؟ لو القطاع بتاعك كله فورمال سيكشن بياخد المسافه ما بين البريسنج.
هنا برضه القطاع عايز يكون الفورمال سيكشن في الراي ده الراي ده راي فورمال وراي محترم جدا فبرضه هتفضل في الحاله دي نخلي الاوفر زي الاوفر لان القطاع بتاعنا ده كود فورمال سيكشن يبقى خلاص يبقى اذا الاوفر زي الثاني. طب بالنسبه للدايجونال خلينا في الفيرتيكال معتمد على حاجه اسمها الويك بوينت وسترونج بوينت. الحاجه اللي معرضه للتنشن اسمها سترونج، الحاجه اللي معرضه للكومبريشن اسمها ويك. الراجل ده متصل بميمبر عليه تنشن على كومبريشن طبعا خلينا في الغالب تنشن وفوق في مين؟ كومبريشن المفروض ده ويك بس نتيجه وجود البن بقى مين؟ بقى سترونج. ممكن برضه تقول لي يا باشمهندس طب ما انا كولد فورمال سيكشن يبقى ده بقى ايه؟ حتى البرلين مش مؤثره المفروض يبقى ويك. فطالما قلت كلمه ويك بضرب 1.2 في الطول بتاعي. بضرب ايه؟ 1.2 في الطول. نفس الكلام بالنسبه للراجل ده. لو قلت كلمه ويك بضرب 1.2 في الطول. يبقى خلينا نشتغل كله ايه؟ 1.2 في الطول. احنا بنقول طيب كان احنا اعتبرنا ايه قطاع ايه كولد فورمال سيكشن. يعني رقم ثابت اصلا انا معرف الكليه كان محافظين. لا لا يا عم ما تحفظش حاجه. يبقى الدياجونال عندنا هيبقى بيساوي كام يا جماعه؟ الدياجونال قلنا هناخد كام؟ 1.2 في مين؟ في الطول بتاعه مش ده الطول؟ تتعب نفسك ليه؟ واخد الراجل المحترم ده وانزل من هنا لحد الدياجونال كله. تعبت في حاجه؟ اللور قلنا اللور معتمد على مين؟ خليكم معايا خليكم معايا مفيش هتندمجوا. اللور قلنا معتمد على ايه؟ طيب هنا حظنا الحلو ان هي متقسمه زي بعض يبقى ده كده كام؟ 3 بقى. ثلاثة ايه؟ ثلاثة ايه؟ ثلاثة ايه؟ ثلاثة ايه؟ ماليش دعوة اهو. يبقى انا اقول هنا بيساوي لازم اعمل علامة سوداء عشان اكتب اي فانكشن، ثلاثة في مين؟ في الراجل ده اهو. وراح جاي واخد الراجل المحترم ده، احنا عندنا كلهم منهم نفس المسافات، احيانا بيبقى الفيتور بيرسنج على باكيتين واحدة على باكي ثلاث باكيات تاخد بالك. يبقى كل اللور واحد بنفس الكلام. الابر باشمهندس على راسي ثلاثة في الممبر. في اي مشكله؟ ما قلتش تساوي. وراح جاي واخد كل الاوبر زيه. الفيرتيكال واحد وكام؟ 1.2 في الراجل المحترم ده. انتر وامسك الراجل المحترم ده. بس حضرتك بس ده اللي حضرتك هتتعب معانا فيه. وبعدين يا باشمهندس خد الارقام دي زي ما هي يا باشمهندس، شيت الاكسل اللي انا عامله لك متجهز على ايه؟ على الحاله دي. اقول له كنترول سي واروح انا على شيت الاكسل الثاني ده كده كل على حضرتك تعمل شيفت نفس الكلام اهو بس تقف عليه كليك يمين بيست سبيشال عشان ما تبوظش الفورمات اللي انا عامله بتاع الاكسل شيت بيست سبيشال في صوره مين؟ في صوره تكست في صوره مين؟ تكست وتقول له بس يعني تقف بس تنزل كده اي زيادات تشيلها يعني مثلا كل ده زياده تعلم على كل ده وتعمل ايه؟ تقول له ديليت وبعد ديليت تعمل ايه؟ كلير عشان برضه ايه؟ تبقى شيلت كل حاجه تيجي على الراجل ده تقول له ايه؟ نو بوردر شيلت كل حاجه وتعمل كلير لكل حاجه عندك. ممكن اقول له رايت كليك ديليت وخلاص. بس وخلاص يعني. توجع دماغك. تعالى ناخده واحده واحده. كل اللي عليك حضرتك تعمله هتقف جنب الكلمه دي الدياجونال. شايف رقم 5؟ ايه رقم 5 ده يا باشمهندس؟ بص عندنا رقم 5 خليك معايا كده ريفيو او فيو اقول له ايه؟ سبليت. فين؟ بص معايا يا باشمهندس عايز السبليت رأسي المهم يعني يا جماعه هتيجي انا اول حاجه ما تنساش الماتيريال بتاعتها تغير الستيل عندنا كام؟ ما تنساش تختار هنا الستيل بتاعنا كام؟ 37 هو اوتوماتيك هيغير لك كل حاجه في اللي في الشيت. بص حضرتك بقى شايف القطاع الانجل ده كده كام في كام في كام؟ 80 في كام؟ 80 في 8. تعالى على الرقم ده خليه بواحد اختار رقم واحد. بص كده اختار كده رقم واحد. بص رقم واحد القطاع بكام؟ 50 في 50 في كام؟ 5. يبقى الارقام بس تبقى حافظ 2 كام؟ 50 في 50 في 6 3 ستين في ستين في سبعة مش فاهم اطلع على انسيب ابدا اغير قطاع عن طريق الرقم اللي في الجنب ده مش
كام يعني ايه انسيجنس؟ يعني انا فرضت في الاول الدياجونال هفترض قطاع 60 60 6 تمام. انا مختار رقم 3 اللي هو 60 60 6 بمشي على اليمين كده لقيت في حاجات مالها سيف في حاجات مالها انسيف. تمام. اللي عنده انسيف ده في مشكله يبقى ارجع لا يبقى اذا انت 60 60 6 ده مش نافع خليني في 4 70 70 7 وامسك كل الدياجونال وانزل اخليهم نفس السكشن اهو كل مين الدايجونال لحد اخر الدايجونال كده القطاع بتاعهم كلهم كام؟ 70 اروح جاي ابص على 70 لا ده لسه في اون سايد لحد ما كله يبقى كله باللون الاخضر حتى لو في حاجات ثانيه اهو كله شيك على كله في بص اي خلل اون سايد موجود عندك مثلا طب ممكن انوع بقى التنويع هتقدر في الراجل بينفذ وهتلاقي بص اقرب حاجه وراح جاي في اللوحه بتاعتك طيب خلينا كده هيتوست قوي صعب ممكن في حاجات مصيبه في بص يا جماعه الدياجونال بالذات في اماكن دياجونال خصوصا اللي في النص بيكون طول البقلي بتاعه كبير جدا صح؟ الطول الكبير بقلي لان طول كبير فبتلاقي محتاج زاويه لبعض قطاع كبير مش فاهم بقول ايه؟ الكلام اللي بتكلم عليه على اللور والاوفر حول على المدار بيكونوا نفس السكشن انما الدياجونال ده بالذات اللي ممكن تنوع فيه لان في عندي دياجونال يكون اللينس بتاعه كبير خصوصا اللي عند مين؟ المنتصر فاللينس بتاعه كبير فاللي يخليني اخلي كله نفس السكشن مش فاهم عنده كلام على راسي فالمفروض اجي عند مثلا دايجونال 5 اغير السكشن اخليه مثلا 80 في 80 في 80 المهم انا فهمتك السكشن مانو البرنامج ده شغال ازاي؟ اجي على اللور اللور مثلا انا عايز اللور وليكن يعني دبل سكشن مثلا اهو اجي من هنا انا عايز رقم كام؟ 8 اتفضل هو يعني انا كده دخلت اللي انا كل اللي عملته وقعدت دخلت اللود وطول البقيه معلش يا باشمهندس واحده بس هو ما اتكلمش في الاول خالص في السنة احنا جينا عملنا ايه؟ فتحنا اليورو واخترنا او دخلنا الايه؟ قطاعات في الاخر كنا داخل قطاع واحد واشتغل بيه مش لازم ناخد نقطة. لا كلامك برضه احترم، انا بقول لك اهو احنا كنا بنعمل الكلام ده عشان اقول لك لو انت ان شاء الله اشتغلت في مكان محترم وعايز تشتغل بالاكواد الموجوده في جوه البرنامج، فلازم تعرف كل الكلام ده لان بناء على الستيتنس بتاعه هيطلع لك قطاعات وهيصمم وهيعمل كل حاجه. بس اللي انا دخلته ده مجرد بس هو الانويت اللي هو الانويت بس اللي هيختلف معاك. طب هي سيت وان سيت دي بتتحط على اساس التشيكات فاكر التشيكات اللي انت قعدت انت قعدت فيها وطلعت فيها كل التشيكات اللي انت اللي انت عملتها في الديزاين بص كده تنشن وكمبريشن وباكلينج كل اللي انت تتخيله معمول هنا في الشريط ده كونستراكشن تنشن كومبريشن اي عشان كده انا بقول لك ايه اعمله لي ليه انت بنفسك عشان تتعلم اهو الاستريس بتاع يعني انت لو بصيت هنا ادي الاستريس بتاع الاكشوال تنشن وادي الالوبل بتاعه جنب وادي التشيك يقول لك سيف ولان سيت ونفس الكلام في الكومبريشن وكل حاجه ده اس بي سي صح؟ لا اس دي اس دي ماشي نفس الكلام خد بالك حضرتك برضو من كلمه وان انجل وتو انجل الشيب بتاعك المفروض لو انت عايز تو انجل تختار تو انجل هيفرق يعني لو الممبر مثلا ما سابش على كل الوان انجل لا احنا عارفين ان الاوبر واللور تو انجل فانا من البدايه اختار اهو ادي اللور اهو اقف عليه كده واروح جاي مختار كل اللور تو انجل اهو لحد اخر اللي وراه تو انجل مهندس بعد اذنك مثلا لو ولاد مشروع مثلا الدكتور اكبر اللي عمل استشير ساعتها بقى انا اللي هدخله تبع بقى تصور هتقعد تصممها بقى لوحدك هو انا لا هي انجل واحده اللي هتصممها استشير هي تصميمها عن نفسي والله فكره التو انجل بس الفكره انت هتستخدم اي يو بس وخلاص هو ده الفكره يعني ممكن نعرفها في البرنامج انا شيت الاكسل ده انا عامله على المشتغل اللي هو الانجل تو انجل عايز انت تشتغل ستار شيب ممكن تشتغلها لوحدك لا اصلا هيجبرنا كده في ناس بتجبرنا ماشي انا بقول لك طلع حل مساله كده في مساله ستار شيب مفيش اي حاجه والله يا جماعه وبص تروح جاي داخل على تو انجل وبص في الجنب هنا اه ده لسه في حاجات مالها بس مش فكره اه مش فكره مالها ان سيف تروح جاي شايف الممبر ده ان سيف لو انت عايز تخلي ايه تكبر القطاع تاني اه لا يبقى اذا 70 في 70 في 7 ده مش نافع معايا في اللور خليني في كام؟ اقف على الرقم ده خليني في 8 تمام خليني في 8 100 في 100 في 10 عشان هو 80 في 80 الاول خلينا في كام؟ 8 خلينا في 7 90 في 90 في 9 اقف هنا وراح جاي نازل بيهم كلهم وبص كله ايه؟ سيف الناس دعوه بالفوق بقى انت بقى شايك عليه كله ماله سيف عندي مش هي مشكله لو لقيت في واحده وان سيف زي دي ممكن تظبطها تاني وصلت؟ انتوا ازاي تشوف الاكسل اللي بيستخدم؟ انا نفسي بقى نفسي انتوا اللي تعملوا حاجه زي كده يعني هو هيبقى صعب هيبقى صعب بالنسبه لكم بس انا اتفرجت على الاقل الفيديو ده صعب يعني هو الموضوع يتفهم عادي ويتعمل بس صعب على الاقل على الاقل على الاقل حلوا حلوا يعني هنا صمم
وقارن لي حلك بالمانيوال. يعني هات الارقام دي وحل مثلا خد على سبيل المثال واحده لور واحده رجل شوف الشيت الاكسل ده فعلا بيحل صح وبيطلع نتائج صح ولا غلط. ماشي يعني مثلا خبر اصحابك اللي قلت دلوقتي ده وبعد كده ايه اشتغل مانيوال حل مثلا واحده لور واحده داجنر الهوم ورك بتاعك يا جماعه عشان اتاكد عليك تاني الهوم ورك ان شاء الله هتحل لي زاويتين زاويتين لور مره بوتد مره ولدت زاويتين داجنر مره بوتد مره ولدت زاويتين اوبر مره ولدت مره ايه بيت بوتد كل ده ما تحسب حسام تلاقي الشيت ده من اول لاخر ما تاخد حسام اذا كان ولدت اذا كان بوتد انا عايز حاجه اهو بص كده انت كده بتدخل فيها انها البولت والولد وتيجي في الاخر هي إيه دي اللي بتقف تحكمك بقى اهو انت ولد ولا بولت انت هتصمم الوصله بتاعتك بولتد شيل بولت ولا يعني بولت هو كمان في الشيت شيل كونكشن والبولت حطيت فيه كونكشن كلها سامعني بس عشان بس اتلقى الناس اللي قبل دلوقتي خلاص احنا اتفقنا مش هنعرف نعمل خلاص يبقى تمام اللي انت عايزه هناخد منك الشيت دوت وهنطبق نفس اللي حصل في الفيديو دلوقتي بالظبط وهناخد مثلا ديجونال مثلا منبرين مثلا ديجونال وكده ونطبق عليه ونطبق عليه الكلام اللي انا بقوله شوف هيطلع كلام صح ولا لا الكورس فين ده الكورس ده احنا طلعناه من السبب ده لسه واخدينها من شويه في الشيت الثاني اللي هو الشيت اللي يعني احنا لسه واخدينه من السب دلوقتي تمام ماشي ممكن نصممه بس خلينا نخليك ممبرز دلوقتي حد معاه فلاشه تقدر في 1.8 و 1.7